السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا ريفيو عن شوية حاجات كده اشتريناها، عايزة اوريها لكم. بصوا يا حبايب قلبي، دي قلاية كده، قلاية بطاطس فورية، بتعمل طبعا من غير زيت اهي. احنا لفينا المؤشر ده كده، بعدين فتحناها، هنحط بقى البطاطس هنا او اي حاجة احنا عايزين نعملها من غير زيت، اي حاجة عايزين نعملها حاجات صحية للرجيم، وبعد كده هنحطها كده ونحط الفيشة بتاعتها وهنشغلها على التايمر اللي احنا عايزينه. يعني هنا مثلا من 10 ادا اوف، ومن 10 لغاية 40 لغاية 50 لغاية اون، من اول هنا على المؤشر. فاحنا دي صحية وجايبينها عشان بقى اللي عايز يعمل رجيم، اللي عاوز ياكل اكل صحي. دي اول حاجة، اول حاجة اوريها لكم. الحاجة التانية بقى، بصوا الحاجة التانية انا هوريها لكم، دي برضو اللي هي الجريل، اللي هو بالكهرباء او شواية بالكهرباء اهي. بنحط طبعا نعمل التوست او نعمل العيش او نعمل اي حاجة نسخنها هنا، لحمة نشوي، لحمة نشوي، سمك نشوي، اي حاجة، وتتقفل كده. بعد كده بنحطها في الكهرباء. والحاجات دي اللي هي المساعدين بتوعها، هي بصراحة انا معرفش دي الايه، اللي هم دول اللي بتوع ايه يعني، دول ممكن يكونوا غيار ممكن يكونوا غيار للشكل ده، دي يعني دي تتشال ودول يتحطوا مكانهم. فانا لسه معرفش دول بتوع ايه بالظبط، اللي يعرف بقى يقول لي في الكومنتات. ده تاني حاجة. الحاجة التالتة بقى، الحاجة التالتة ان اللي هي المقلاية دي، المقلاية دي انا مسميها المقلاية لان عشان بتقلي البطاطس والحاجات دي. المقلاية دي جاي معاها زي هدية كده، او عرض يعني، عرض عليها اللي هي بتاع، بصوا يا حبايب قلبي، اللي هي بتاع، انا هحطها لكم فوق كده عشان تشوفوها، اللي هي بتاع بقى ايه، البطاطس القطع بتاعتها اهي، اهي دي بتتشال، بتتحط كده مكانها هنا، قطع غيار يعني، والعلبة بتاعتها اهي، هوريكم ايه اللي بيجي معاها. بصوا بتتعمل كده اهي، ونقشر بقى عليها الحاجة كده، نقشر عليها الحاجة. وديت بتاع هنعمل جزر او نعمل سلطه او نعمل اي حاجه. ديت اللي هي السكينه بتاع القطاعه، نقطع اي حاجه، اللي هي الشيبسي نعمل الشيبسي. بتاع البصل والطماطم والحاجات دي لما هنبشرها، دي بقى في حاله ايه، في حاله لما يكون احنا بنعمل بطاطسايه مثلا، نعمل بطاطسايه مثلا، في حالة لما هنيجي نعمل بطاطساية وهنيجي نبشرها وخلاص فضل فيها حتة في الآخر، فإحنا هنحطها فيها كده على البطاطساية ونمسكها بيها، يعني هي دي المسكة بتاعتها. تمام، هلبس عشان نشيلها اهي، هنخلص بقى يعني هنعمل دي. خلاص يا حبايب قلبي اهي، دي بتيجي هديه كده، جايه هديه معاها حلوه يعني، هتنفعنا في المطبخ. سلطه سريعه، يكون عندنا ضيوف عزومه، نعمل سلطه سريعه، نبشر حاجه سريعه. بصوا ده مفروض مضرب، مضرب بالكهرباء، هنشوف بس هو ايه. انا لسه على فكره بفتح حاجه قدامكم اهو، هات
اهو. هو عامة هو زي عشان بس تشوفه حبيبي ونشوف بس هو بيتعمل ازاي. بص طبعا ديت اللي هي الايه لما يبقى عايزينه يشتغل هاند بلينر اهي اهي، وبعدين هنحطه وهنشغله بقى ايه، يا اما نحطه هنا كده وهنشغل السكينه اللي تحت دي نفرم اي حاجه او نطحن اي حاجه هتشغله معانا. خلاص مش عايزين نعمل دي، في قطعه تانية اهي، ثانيه واحده، اللي هو المضرب، مضرب البيض اهو، ممكن برضو في الكوبايه دي ونشتغل بيه هنا كده عادي. عادي في بقى حاجات انا مش عارفه الحاجات دي برضو ايه، لسه هنشوف الحاجات دي، مش عارفه هنشوف هنعمل بيها ايه. دي بقى المشتريات اللي احنا جبناها، قولوا له ايه رايكم في التعليقات. بس يا مالك، بس يا مالك بقى، دي ايه دي الحاجه دي بقى، يعني انا عايزاكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات، لان في حاجات كتير لسه انا ما عرفتش هي هتتعمل ازاي في يعني كده. وتعرفوني تعرفوني في الكومنتات ازاي اشتغلها وكده، ازاي اعمل بيها يعني وكده. يبقى الريفيو بتاع النهارده عباره عن الهاند بلينر اهوت، وقلية البطاطس اهي، قلية البطاطس والتقطيع، مكن التقطيع الشيبسي، والقلاية اللي هناك ديت، او اللهم صل على النبي اهي، ده الجريل، ده الجريل ده يا حبيب قلبي، بالهاند بلينر وقلية البطاطس والجليب والجريل، دول اللي هم المشتريات اللي احنا اشتريناهم من امبارح من هايبر وان. وفي خصومات حلوه قوي قوي قوي، وفي عروض على الحاجات، يعني اللي هي بتاعه مكنه البطاطس دي، دي جايه عرض مع قلايه البطاطس، اسعار حلوه. واتمنى يا رب يعجبكم الفيديو، فيديو بسيط، فيديو بسيط بس عن الحاجات اللي احنا جبناها، والف متشكرين قوي. اتمنى بقى اللي يشوف الفيديو يعمل لي سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب.